عاملة ازاي، هل في سلع مش موجودة، في سلع ناقصة، كلنا لازم زي ما بقول كده كله يتحرك في اتجاه لقدام واتجاه الوقفة جنب بعض. دكتور علاء عايز، مساء الخير. زي طيب وحضرتك طيب، انا بس التليفون التليفون بيقطع. كده سامعني؟ سامع حضرتك. اوكي اتفضل يا فندم. ايه الاخبار النهارده، عملتوا ايه ولا امبارح عملتوا ايه، وهل في نقص في السلع، هل في اي شكوى لاي مواطن، قول لنا ايه الاخبار بعد اذنك. الحمد لله، يمكن احنا بنتوسع في عدد المحافظات ان شاء الله، يمكن في نص الشهر يكون خلصنا الجمهوريه بالكامل، على نص وداخل الشهر ان شاء الله وداخل جايب. كل محافظه بنتوسع في عدد المنافذ اللي موجوده. احنا وصلنا لحوالي 80 منفذ لحد دلوقتي، تمام. التارجت نوصل ل 200 ان شاء الله في النهايه. هايل. السلع يمكن كان حصل تهافت من بعض المحافظات على محافظات اخرى، يعني يمكن امبارح اشير عند حضرتك في القناه كان مشكله في منفذ بتاع محافظه القليوبيه، ان الناس جم من الشرقيه خلصوا الزيت اللي عندهم. على ما وصلت اللواري الجديده قعدنا يمكن ساعه كان الزيت مش موجود في المنفذ، طبعا دي عملت مشكله للجميع. اللي توافقنا يمكن معالي المحافظ كان في المنفذ النهارده، توافقنا مع سياده المحافظ ان هيعمل مساحه خلف المنفذ تقبل عربيات راكنه فيها محمله، بحيث ان انا الاحلال يتم مباشرة. احنا كنا عاملين حسابنا للكميات بناء على عدد السكان اللي موجودين في كل منطقه. ايوه افهم. ايوه تمام. ما هو اكيد فاللي اكيد حصل عندكم، طبعا اكيد عندكم يعني رينج كده او حدود. فاللي حصل ان في بعض المنافذ حصل تهافت زياده عليها. في نفس الوقت يمكن كان عندنا مشكله اخرى، الاسعار كانت اقل من سعر الجمله في سلع كتيره. زي ايه؟ فالتجار نزلوا ابتدوا يشتروا هذه السلع بالكلام. والله انا دايما انبه للجزئيه دي. والله شفنا لها حل ومش دلوقتي. بسوء الظن، ومش بسوء الظن بحد. لا لا مش لكن اولا لكن التجار ده دول اعضائي. دول اعضائي كبدايه. انما آه. السلع دي نازله، يمكن انا بشكر حرام المنتجين عليهم. بشكر اتحاد الصناعات اللي وفروا لنا، بشكر وزاره التموين طبعا قبل اي حد، وزاره التجاره والصناعه اللي وفروا لنا هذه السلع. ولكن السلع دي للمواطن وليست للاتجار. زي ايه السلع؟ عملناه ان السلع كلها دلوقتي مطبوع عليها جنب تاريخ الصلاحية مبادرة أهل الرمضان رعاية فخامة الرئيس وغير مخصصة للبيع. فدي لو اتلقت في على عبوة، على عبوة، على كل عبوة. طب يا جماعة بقى خدوا بالكم، ده جديد ده يا دكتور علاء ولا ده ايه؟ ده ابتدينا امبارح، لازم حل. بدأتوا امبارح حضرتك دلوقتي. ايوه فحل هيتلقت. لا للأسف التليفون بيقطع. التليفون ده بيسرح. لا التليفون بيقطع يا دكتور علاء، بس انا سمعت حاجه مهمه جدا لازم تقدر. اي محل يا فندم هيبقى أيوة. بيبيع هذه السلع اللي عليها هذا الختم ده سيتم اغلاقه فورا. تمام. بره منافذ اهلا رمضان. ده حق المواطن لا جدل. ده زي الفل. الاستثناء الوحيد ان انا عامل في السلاسل ركن اهلا رمضان. أيوة. ده لتوسيع الانتشار. ولكن ده هيبقى في الركن بتاع اهل رمضان وليس في بقيه السلسله. طب معلش قول لي الكيس بره عليه ايه تاني، لان الصوت كان بيقطع. مبادره فخامه الرئيس. أيوة. اهل رمضان كلنا تمام. واحد. كلنا واحد. لان هتنزل في المنافذ. الرئيس اهل رمضان كلنا واحد. لان يا جماعه هتنزل في كل منافذ الدوله. الـ الـ الكيس ده او العبوه دي مكتوب عليها اللي قاله دلوقتي دكتور علاء عز، ده مش هيتباع غير يا اما داخل معارض اهلا رمضان او في القنوات او الجوانب اللي معموله في الـ الـ الهايبرات الخاصه باهلا رمضان. لو لقيته ده موجود عند اي سوبر ماركت عادي او عند اي بقال عادي، فارجوكوا ده مش من حقه ان هو ياخده، لان الحاجات دي باسعار مخفضه بنسبه قد ايه دكتور علاء؟ احنا في حاجات واصلين ل 30% فيها. 30%، فبالتالي ده معمول لاهالينا مش معمول علشان التجار ياخدوه ويبيعوه بسعر السوق، بسعر السوق العادي يعني. ما اكيد الاجهزه الرقابيه انا عارفه انها شغاله كويس، ومحتاجين يشدوا كمان اكتر الفتره دي عشان اللي حصل امبارح ده ما يتكررش.